استاذ رامي رجب الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ رامي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امير، عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. عندنا ملفات كتير جدا في الحقيقه عايزين نتكلم فيها. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي لان ده الحدث الاهم، وخصوصا ان هي مباراه غير الاهميه مع فريق صن داونز. في البدايه نتكلم عن مباراه الذهاب، شايف النتيجه كافيه يقدر النادي الاهلي من خلالها نتيجه 2-0 ان هو يتاهل باذن الله بعد مباراه الاياب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن كانت طبعا مباراه الذهاب من اصعب المباريات اللي قابلت النادي الاهلي، يمكن وده ظهر واضح جدا على توتر اللعيبه في الشوط الاولاني. يمكن ده كان له عده اسباب يا استاذ امير. السبب الاولاني يمكن خساره الاهلي للسوبر المصري في الامارات من الزمالك، ده كان مأثر بشكل سلبي جدا 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 على اللعيبه. يمكن برده النقطه الثانيه ان في ناس كتير يمكن اتكلمت ان فايلر اداء النادي الاهلي في البطوله الافريقيه غير الدوري. انا شايف غير كده خالص. يمكن النادي الاهلي بيقدم مستويات رائعه سواء في محليا او افريقيا. حتى لو بصينا المباراه، يمكن لو الاهلي فاز في مباراه الهلال السوداني كان صعد اول مجموعته، والدليل على ذلك يعني معناه ان اداء النادي الاهلي ربما يبقى في بعض المباريات متراجع شويه، ولكن معناه ان الاداء مختلف بشكل كبير جدا عن ادائه محليا. ويمكن النادي الاهلي يمكن المباراه الوحيده اللي خسرها مباراه النجم الساحلي، يمكن تعرض النادي الاهلي لظلم تحكيمي في هذه المباراه. كلنا نفتكر طبعا طرد ايمن اشرف وما تبعه من قرارات ظالمه جدا للنادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن النادي الاهلي قدم شكوى في هذا الحكم في وقتها، وبالتالي يمكن كان في ضغوط كبيره جدا. وخلينا برضو نقول ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بتفتكر يمكن كانت بتفتكر الهزيمه القاسيه بتاعه السنه اللي فاتت بالخماسيه دي، كانت مأثره بشكل كبير جدا. فده كان عمل ضغوط رهيبه جدا واداء وتوتر لاعبي النادي الاهلي في الشوط الاولاني. الحمد لله يمكن ربنا ستر. يمكن في فرصتين اتاحت لصن داونز في الشوط الاولاني، يمكن كوره ياسر ابراهيم يمكن اخرجها بشكل كويس جدا وتعامل مع الكوره بشكل جيد جدا. والكوره الثانيه يمكن لو بتتعد اكتر من مره ربما كانت تقدر كان تيجي جون في محمد الشناوي. يمكن الشوط الثاني تغير الاداء بشكل كبير جدا. الاهلي ظهر بشكل افضل، يمكن تماسك في خطوطه، الخطوط قربت بشكل كبير جدا. في كل يمكن كان في تراجع مستوى شويه اللعيبه في الشوط الاولاني، الشوط الثاني الاهلي ظهر بشكل كبير جدا، وده يمكن فضل الاول والاخير طبعا بعد ربنا لاجايين. كان اجايين كان الناس بتتكلم كتير على المعلول، ولكن اجايين كان محطه طبعاً مهمه جدا طبعاً جدا جدا النادي الاهلي. واجايين عنده ميزه حلوه يا سمير، هي ميزه وعيب. يمكن الميزه الحلوه فيه ان هم بيبقى في ماتشات بيقدر يكسب النادي الاهلي، ماتشات يعني كبيره وماتشات كبيره. يمكن دايما اجايين ما بيفوق مع النادي الاهلي، اداء النادي الاهلي كله بيتغير. اللي هو محطه مهمه جدا، بيعرف يمسك كوره، بيعرف يعني بيعرف يروح على الجون، بيعرف يجيب يحرز اهداف. فدي مميزات كويسه جدا لاي لاعب. فبالتالي هو كان محطه مهمه. يمكن علي معلول كان يمكن من اللعيبه اللي انا كنت شايفها في الشوط الاولاني والشوط الثاني اداءها لم يتغير. يمكن علي معلول بذل مجهود كبير جدا في هذه المباراه، كان اساسي ان هو يمكن كان سبب فوز هنقول لاجاييه وعلي معلول. برضو بادجي قدم مباراه رائعه، يمكن لعب فتره بسيطه جدا ولكن كان ظهر بشكل مميز جدا جدا جدا. حتى ضربه الجزاء تقريبا كويس جدا جدا. رغم ايه كمان يعني انا كنت متوقع، قلت بادجي ده لو فعلا لعيب كبير هيقدر يقدم ويظهر بشكل كويس خلال الفترة اللي هي يا استاذ امير. ضربة الجزاء او ركلة الجزاء او اللي ضيعها في مباراة السوبر امام الزمالك، ده لو مش لعيب كبير دي جزئية مهمة، برافو عليك. ده لو مش لعيب كبير ما كانش يقدر يرجع بسرعة جدا ويقدم المستوى الرائع ده. لو لعيب ما عندوش هيتأثر نفسيا، هيتأثر جدا جدا. يعني انا يعني انا كنت متحفظ جدا يا استاذ امير ان هو يلعب ضربة الجزاء، لسه لعيب جديد في النادي الاهلي. فالمفروض بياخد دفعة معنوية جامدة. ضياع ضربه الجزاء لو لاعب مش كبير هيتاثر نفسيا وما كانش هيقدر يكمل مع النادي الاهلي، عشان انت عارف يمكن دايما الاهلي جماهيره بتبقى ضاغطه، دايما بتبقى متحمله ضغوط على اللعيبه بشكل كبير جدا. فانت لو لعيب مش خبره، لو لعيب مش دولي، لو لعيب ما تقدرش في ثانيه اللي تقدر قوية مش هتقدر ما تاثرش. اللي انا شفته ده في الماتش ده ان هو مسك كوره وبيروح وبيستلم صح وبيمرر صح وداخل والكره اللي خدها دي وضرب الجزاء وراح على الجون بشكل لا لعيب هايل. يعني انا كنت متوقع ان انا كنت متحفظ على حته فايلر ان هو يديله ضربه جزاء، ولسه الراجل جاي ان لسه جديد. فالمفروض بيبقى الكره دي لا اما ترفعه السماء لا ترفعه السماء لا اما تنزله الارض. وده حصل، ولكن خبرات اللاعب وامكانيات اللاعب
وان هو لعيب متمكن ولعيب كويس جدا واثق في نفسه فقدر يرجع بشكل كويس جدا. فدي نقطه ممكن ناس كتير تبقى غايبه عن ناس كتير, او لو ممكن يكون لعيبة الكوره تفهم الكلام ده وتبقى الموضوع قريب منهم. فبحييه طبعا على الاداء والاداء الممتاز في هذه المباراه. يمكن النادي الاهلي كنا متعشمين ان تزيد فرق اهداف اكتر من اثنين, كل ما الاهداف كانت تزيد كان كل ما الموضوع يبقى اسهل. هي المباراه اللي هتبقى هناك هتبقى مباراه صعبه, ولكن كل ما الاهداف بتبقى زياده يبقى اثنين احسن من واحد, ثلاثه احسن من اثنين. والميزه في النادي الاهلي برضو ان هو لم تهز الشباك في هذه المباراه. الهدف اللي لو لا قدر الله تم احراز هدف هنا كان هيعمل لك مشكله جامده جدا جدا بره. يعني 3-1 غير 2-0, كل ما تبقى الفرق الاهداف من غير اهداف ما تحرز في شباكك, فده عامل مهم جدا جدا. النادي الاهلي تعامل مع المباراه بشكل جيد جدا, يمكن التغييرات اثرت بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي تمكن, وبالتالي يمكن صن داون تراجع بشكل كبير جدا مع هجوم النادي الاهلي الضاغط. النادي صن داونز ما بقاش قدامه خالص الا اللي هو يدافع, ما بقاش قدامه اصلا فرصه ان هو الاهلي فرض اسلوبه في الملعب عكس الشوط الاولاني. عكس الشوط الاولاني كان الاهلي متراجع, الاهلي زي ما قلت لك يمكن سيطرت على لاعبي الاهلي التوتر خلال هذه المباراه, في سواء في التمريرات, سواء في تمركز دفاعي, سواء في اداء خلال الشوط الاولاني. الشوط الثاني الحمد لله شفنا اداء مميز جدا. السلبيات اللي كانت موجوده في النادي الاهلي كان بيضغط كويس جدا من نص الملعب. حتى لو لاحظت يا استاذ امير ميزه الفريق الكبير ان هو لو الكره اتقطعت منه بيقدر يستخلصها في وقت قصير, وده اللي كان بيحصل مع النادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن جماهير النادي الاهلي كانت متعطشه لهذا الفوز الغالي, يمكن بعد خصوصا زي ما قلت لك خساره السوبر, وكان فيه يعني ضغوط كبيره على هذه اللعيبه. يمكن وخاصه ماتش صن داونز كله يتذكر يا استاذ امير, يتذكر الخماسيه, كله جماهير النادي الاهلي بتتذكره. اعتقد ان لعيبه الاهلي اكيد بتفكر في هذا الامر, وبالتالي كانت الضغوط عليهم كبيره جدا. فالفوز بمثابه يمكن خطوه كبيره جدا للنادي الاهلي, ولكن يبقى الشوط الثاني. الشوط هيبقى مهم جدا 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 يا استاذ امير. اعتقد ان النادي الاهلي محتاج بدايه الشوط, اعتقد ان ممكن ربما يحصل تغييرات في المباراه. يمكن علي معلول النهارده يمكن شارك في التدريب, بس شارك بالجري حول الملعب, وبالتالي مش عارف بقى هو يقدر يكون جاهز بشكل كبير جدا. اعتقد ان هو من بكره هيشارك بشكل كامل في التدريبات, يعني ده اللي احنا تاكدنا منه ان شاء الله باذن الله. اعتقد يا استاذ امير ان ممكن يمكن في مثل هذه المباريات الصعبه, اعتقد انه دايما فايلر بيعتمد على ايمن اشرف ناحيه الشمال في المباريات اللي بيحتاج, حتى لو معلول جاهز يعني اللي انا معلول من اللعيبه اصبحت من اللعيبه اللي لها اسم, وضعت اسم في داخل النادي الاهلي. وبعد المباراه اللي فاتت دي واللي قدمه بالمستوى الرائع بالظهور بشكل جيد جدا, بالعرضيات, الاهداف اللي جابها, الهدفين اللي جابهم, فاعتقد ان هو هيبقى له شأن. بس اعتقد ان دايما فايلر بيجي في ماتش بعض الماتشات المهمه اللي بيبقى بيحاول فيها يامن دفاعيا, بيلعب بايمن اشرف على اساس ان ايمن اشرف في القوه الدفاعيه بتاعته يمكن افضل نسبيا من علي معلول. فدي هترجع للجهاز الفني, هل علي معلول جاهز فنيا؟ واعتقد ان فايلر واي مدرب لو اللعيب مش جاهز بنسبه 100% بدنيا او عنده اي مشكله, وده ماتش مهم يعني مش هيستحمل فيه مش هيجازف فيه فهيبدا طبعا ممكن ربما يبدا بايمن اشرف لو علي معلول ما كانش جاهز فنيا. يمكن برضو يمكن سمعنا ان في اجاي اشتكى برضو النهارده اتمرن بشكل طبيعي, واحمد فتحي كذلك فالحمد لله. يعني اعتقد ان هو لو كان كده ممكن برضو كلام كتير ربما فايلر هل يبدا ببادجي اساسي بعد المستوى الرائع اللي قدمه يخلي مروان محسن, دي كلها ترجع لرؤيه الجهاز الفني. ولكن هي المباراه هتبقى صعبه يا استاذ امير, المباراه صعب جدا 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 على النادي الاهلي. والدور الاهم والمهم في هذه المباراه, في المباراه الصعبه دي, اللي انت تقدر تحافظ في الشوط الاولاني اللي ما يحرزش فيك اهداف. دي اول نقطه, اللي انت تبقى مامن دفاعيا بشكل كويس جدا, تمام, عشان تقدر تفتح خطوطك قدام صن داونز على ملعبه في ارضه وسط جمهوره. الامور هتبقى صعبه جدا, واتمنى طبعا يمكن من الافضل كمان ان لو النادي الاهلي يمكن احرز هدف في الشوط الاولاني او جاب هدف, اعتقد ان دي الامور هتبقى بشكل مناسب جدا للنادي الاهلي. الضغوط هتبقى ازيد على فريق صن داونز, وانت الضغوط النفسيه اللي عليك هتبقى باربعه, هتبقى صعبه. فالامور هتبقى صعبه عليك. فالاول نقطه بالنسبه لي, يا استاذ امير, يبقى في تمركز دفاعي. يمكن كان في اخطاء الماتش اللي فات في التمركز الدفاعي. لابد ان النادي الاهلي الغلطه ربما
لو انت غلطت غلطه في الشوط الاولاني ممكن تندم عليها المباراه كلها، وممكن لا قدر الله تبقى سبب في خروجك من دوري ابطال افريقيا. فمهم جدا كل اللعيبه تبقى مركزه، سواء اللي موجودين في خط الدفاع، سواء محمد الشناوي، سواء الروس الحربة اعتقد، او المهاجم اللي هيكون موجود. اتمنى اي فرصه تتاح للنادي الاهلي، سواء بقى الخط الوسط، سواء من شوطه، سواء يا ريت اتمنى ان هم يستغلوها افضل استغلال. المباراه ديت مباراه الفرص من الصعب ان انت تعوض معاك، انت لو جالك فرصه مره ومرتين وضيعتها في فرصه استغلها، استغلها، هتفرق معاك معنويا في هذه المباراه، وخاصه سان داونز هيبدا من اول المباراه، وعندك ميزه يا استاذ امير ان من بدايه من الاولى من اول دقيقه سان داونز هيفتح خطوطه عشان عاوز يجيب ثلاث اهداف فيك، فبالتالي هيفتح خطوطه، هيبقى بيهاجم بشراسه كبيره جدا. بالتالي السيناريو ممكن اللي يحضره مستر فايلر يكون ايه في تخيلك؟ انا الشوط الاولاني اكيد، بص المرحله بتاعت المباراه دي هتبقى فيه سيناريوهات اللي فيها ومراحل فيها. مراحل. اعتقد ان المرحله الاولى دي اللي انت يعني يامن دفاعه بشكل كويس جدا، ان انت ما يجيش فيك اهداف. تمام. فجت فرصه ان في هجمات مرتده اللي انت تقدر فيها تحرز فيها اهداف، فدي هيبقى فرصه كويسه جدا. أكيد. ولكن انا يعني انا لو الفايلر انا ما اعتمدش على الهجمه، ما اعتمدش اللي انا اواكب، اللي انا ممكن ما اقدرش اواكب الهجمات بتاعتهم، خاصه يبقى هم عندهم ما عندهمش حل وحيد الا اللي يهجموا بشراسه من بدايه الشوط الاولاني. أكيد. فبالتالي انت المفروض هتبقى مامن دفاعين، ولو ربنا كرمك واحرزت هدف في هجمه مرتده او حاجه، يبقى ده حاجه كويسه جدا جدا جدا. ولكن في الاول مطالب منك التمركز الدفاعي صح، من لمسه واحده الكره ما تستمرش في رجلينا بشكل كبير جدا. الفرقه دي من الفرق كويسه جدا، الفرقه دي عندها من اقوى لعيبه موجوده، عندها حارس مرمى قوي، عندها فريق الفريق الموجود دلوقتي في صن داونز من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا. وبالتالي انت محتاج اللي انت تبقى فايق قوي، محتاج استغلال انصاف الفرص، مركز بشكل كبير جدا من بص من اول صفاره الحكم يا استاذ امير هتبقى مركز لحد النهايه. طول ما النتيجه موجوده انت ما حرزتش اهداف وما فيش دخل فيك اهداف، فعندهم الفرصه متاحه ان هم في اي وقت ممكن يحرزوا هدفين. فبالتالي هتبقى معنوياتهم عاليه جدا، وبالتالي انت محتاج تركيز كامل، محتاج خط الدفاع يبقى يكون فايق، محتاج تعامل الشناوي مع خط الدفاع من ورا يبقى مفوق اللعيبه على طول، في اي اخطاء يبقى مفوقهم. العرضيات برده بتمثل خطوره كبيره على النادي الاهلي، محتاج التمركز الدفاع من خط الدفاع بشكل كبير جدا، محتاج المجهود، محتاج الروح بتاعت احمد فتحي. يمكن لو الروح بتاعت احمد فتحي موجوده في 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 مصر كلها بروح احمد فتحي بغيرته على النادي الاهلي، بغيرته على قميص النادي الاهلي، اعتقد ان اي 11 لاعب اللي هيكون موجودين في الملعب لابد انه يبذلوا اقصى ما لديهم اذا اراد النادي الاهلي الفوز، وان شاء الله ويكون حليفه الفوز باذن الله. لابد ان هو يركز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، والتوفيق ده بتاع ربنا، ممكن تعمل اللي عليك وما يبقاش فيه توفيق. بالزبط. ولا هي كره القدم كده. ولكن الجماهير استاذ امير بتزعل من النادي الاهلي ليه، او بتزعل من اي نادي كبير ليه، او جماهير اي نادي بتزعل ليه لو وجدت ان انت حسيت ان انت قصرت؟ ولكن هي كره القدم فيها توفيق وعدم توفيق، انت ممكن تعمل اللي عليك وتبقى مغلوب ولكن الجمهور راضي عن ادائك، وممكن تبقى فايز والجمهور مش راضي عن الاداء، وده بتحصل كتير جدا مع النادي الاهلي. فبالتالي النادي الاهلي مطالب ان هو يعمل اللي عليه، لعيبته تبقى مركزه بشكل كبير جدا، واعتقد ان شاء الله يعني اتمنى يمكن حسين الشحات يمكن الفتره اللي فاتت دي يمكن يعني مش مستوى مش في التوب فورم بتاعته، حاسس ان هو عنده اجهاد كبير جدا من كثره المشاركات خلال الفتره اللي جايه. اتمنى ان جيرالدو يلعب مكانه، جيرالدو لعيب سريع، لعيب عنده مهارات، لعيب احتكاكاته قويه في هذه المباراه يمكن، وبيدافع كويس وبيهاجم كويس. فانت محتاج الكوره لو 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 معاك هو هيقدر يهاجم بشكل كويس جدا، لو الكوره الهجمه لفريق صن داونز ممكن يدافع بشكل كويس جدا. اتمنى وخاصه هو فايق، بس هو طبعا هو خرج من الماتش اللي فات، ودي يمكن الفايلر دايما معودنا ممكن يلعب هو لاعب اساسي وبعد كده في ماتش بعده بس خلينا ناكد على جزئيه مهمه جدا، ان وارد اي لعيب في فتره من الفترات ما يبقاش فورمته ويقعد فتره طويله شويه كده، مشكله احنا بنقول اجهاد، هو اجهاد مكسر المشاركات، اجهاد اسباب مختلفه. لكن ان شاء الله نتمنى سواء حسين الشحات يبقى يعني ممكن تبقى المباراه الجايه لو لعب اساسي مباراه الفوقان بالنسبه له. صحيح يرجع حسين الشحات، احنا بنتكلم بس على لكن في ثقه كبيره كمستوى فني ما فيش حد يختلف على حسين الشحات، ولكن ساعات بتمر انت مش موفق، اجهاد عندك من كثرة المشاركات، فده طبيعي يعني، ده ممكن تحصل مع اي لاعب، فده مش معناه بيتقلل من حسين الشحات او اي لاعب اخر. ربما ساعات انت كلاعب كوره بتبقى في فتره وعالي قوي، وفتره ثانيه محتاج ان انت مثلا يعني ما تشاركش او تبقى تاخد راحه نفسيه او تاخد راحه بدنيه ليك وبترجع تفوق ثاني. فده اللي ما بيقللش من حسين الشحات، من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، وطبعا مقدم مستويات رائعه من بدايه الموسم،
موسم، ولكن الفتره اللي فاتت دي يمكن مستواه متراجع شويه، ربما يكون للاجهاد وكثره المشاركات مع النادي الاهلي. ان شاء الله يوفق خلال الفتره الجايه مع الفريق، وطبعا في المباريات الحاسمه اللي زي دي يكون موجود ويكون في يومه باذن الله حسين الشحات وكل لاعيبه النادي الاهلي باذن الله تعالى، لان الهدف كلنا مستنيينه وهو هدف التاهل لدور نصف النهائي. اهميه السفر المبكر بالنسبه للنادي الاهلي في وجهه نظرك ايه، وخصوصا المباراه الساعه 3 برضو زي السنه اللي فاتت كده، توقيت مش متعود عليه كل اللاعبين المصريين يعني بشكل عام؟ هي المباراه طبعا انت عارف ان هي مباراه صعبه، والنادي الاهلي بيتطلع ان هو يفوز فيها ويوصل للدور قبل النهائي، فبالتالي انت محتاج يعني ايه تخلي كل الاجواء اللي موجوده داخل النادي الاهلي اجواء مناسبه، فبالتالي ان انت تسافر بدري وتتعود على الاجواء هناك ده مطالب جدا، وخاصه الاكسجين هناك مش زي هنا، فبالتالي اللي انت كانت قرار طيب جدا جدا مجلس اداره النادي الاهلي او من الجهاز الفني ان هو يسافر بدري، هياخد على الاجواء هناك، هيبقى يعني طول ما قدامك وقت كافي، طول ما قدامك عده ايام كده ان انت تقدر تاقلم اللعيبه على الجو اللي هناك، فده قرار مناسب جدا جدا للنادي الاهلي. وطول ما انت بتسافر بدري اليوم غير يومين غير ثلاثه يا استاذ امير، فاعتقد ان هو قرار مناسب جدا جدا للنادي الاهلي ان هو يكون موجود، فرصه طيبه ان هو يتعود اللعيبه على الاجواء داخل جنوب افريقيا. وطبعا احنا بنتمنى النادي الاهلي ان شاء الله التوفيق في هذه المباراه باذن الله، الاهلي يكون موفق في مباراه غايه في الاهميه باذن الله تعالى. بالتالي عايز اتكلم معاك شويه عن التشكيل. البعض بيحاول يعني يتنبأ بفكر مستر فايلر هيفكر ازاي، هيشتغل ازاي. في ناس قالت لك ممكن فايلر يلعب في مباراه زي دي بثلاثه في نص الملعب عشان يحكم السيطره على نص الملعب من بدايه المباراه، البعض بيقول لك لا، لو الاهلي لعب بطريقه زي دي هيدافع بشكل كبير، فبالتالي هيبقى معرض اكتر ان هو يستقبل اهداف. في رؤيتك تتوقع مستر فايلر يعمل ايه، وتتوقع التشكيل يكون عباره عن ايه؟ اعتقد ان تشكيل مباراه الذهاب هو الاقرب لتشكيل مباراه الاياب. هو التشكيل لا هي ممكن ربما حسب زي ما قلت لك كده، يمكن علي معلول لو مش جاهز فنيا ربما يتم الدفع بايمن اشرف ناحيه الشمال. لو مش جاهز علي معلول ولا حتى لو جاهز؟ لا انا بقول هو فايلر في الماتشات الصعبه او في ماتشات كتيره جدا كان بيعتمد الماتشات اللي هي بتبقى بره خارج اللي بيحتاج بينها التعادل او 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 النتيجه بالنسبه له مهمه، او ان هو حاسس ان الفريق اللي قدامه قوي محتاج منه ان هو ما يخسرش منه. كان بيلعب بايمن اشرف ناحيه الشمال. فبالتالي دي هترجع لرؤيته، يعني وارد جدا هو سواء بقى علي معلول جاهز او مش جاهز، وارد جدا ان هو ممكن يلعب بايمن اشرف. احمد فتحي اعتقد زي ما هو هيكون موجود، الشناوي طبعا متولي، ياسر موجود زي ما هو، ياسر من ياسر برضو لابد ان احنا طالما جت سيرته من افضل اللعيبه، ما شاء الله عليه دماغه يعجبك بيعجب الليبرو، او هو مش ليبرو المخط الدفاع عجبني اللعيب اللي هو خط الدفاع قلب الدفاع ده اللي بيمسك كوره، هو دماغه حلوه قوي في الكوره قوي قوي قوي، ما بيستعجلش مش متهور. لا هو في ميزه مهمه جدا في ياسر ابراهيم. لو تفتكر يا استاذ رامي، ياسر ابراهيم مع بدايه الموسم مع بدايه تولي مستر فايلر ما كانش بيلعب بشكل اساسي، وكان كلام كتير جدا في الصحف ان ياسر ابراهيم الراجل مش مقتنع بيه، اصل هو ما بيعرفش يطلع بالكوره، اصل هو مش عارف. الولد مركزش في الكلام ده خالص، ركز على تعليمات المدير الفني وركز على كيفيه تطوير امكانياته. لما اتطورت امكانياته وقدر ينفذ التعليمات بالحرف وبالشكل اللي طلبه المدير الفني، بقى موجود في الملعب وبقى بيتالق كمان. فدي ميزه وعقليه مهمه جدا مش موجوده عند ناس كتير في الحقيقه، ودي ميزه في اللعب طبعا. في لعيب تاني بيتاثر بالضغوط، ربما انا بعيد عن التشكيله الاساسيه، ولكن انا لو عندي امكانيات هايله وبتعلم المدرب بتاعي وبستمع له وبشوف ايه هو محتاج ايه وبركز في تدريبي بشكل كويس جدا، في اي وقت ممكن يتم الدفع. وده حصل مع ياسر ابراهيم، قدم ودلوقتي بقى اصبح من افضل اللعيبه اللي موجوده في هذا المركز وقريب جدا من منتخب مصر، قريب جدا جدا ان هو ممكن يتواجد. لو حتى لعيب عاقل، حتى الكره اللي شالها لو افتكرنا الكره اللي شالها من مهاجم شالها هو في خط المنطقه، لو واحد للتاني ممكن كان يعمل تاكلينج وضرب الجزاء حصل مشكله للنادي الاهلي، وكانت حصلت مشكله في وقت توقيت زي ده. كان ممكن اللعيب لو مش مركز، لو لعيب ما عندوش خبرات كبيره جدا، كان ممكن يعمل لك مشكله ويطرد، وكانت تحصل لك مشكله طول المباراه. يعني لو النادي الاهلي لا قدر افتقد ياسر ابراهيم وضرب الجزاء يبقى خلاص هدف وطرد كمان، كانت الامور صعبت على فايلر واللعيبه والجهاز الفني. فبالتالي اعتقد ان يمكن التشكيله الاساسيه هي هتبقى هي اللي موجوده، يمكن بس يمكن كلامنا على علي معلول او ايمن اشرف. واعتقد ان ممكن ربما جيرالدو ممكن يلعب مكان حسين الشحات لو مش جاهز فنيا او اشتكى، كان برضو عبد السمعيني ان هو عنده مشكله برضو. فممكن جيرالدو، وانا شايف ان جيرالدو في هذه المباراه قد يكون هو الافضل في هذه المباراه، ولكن مش معناه ان حسين الشحات زي ما قلنا. قصدك عشان السرعات يعني؟ سرعات والتحامات قويه وعنده ميزه كمان ان هو بيدافع، فانت عاوز تستغل لاعب عنده امكانيات الدفاع اللي بيهاجم كويس وبيدافع. هذه المباراه هتبقى صعبه جدا جدا جدا. فريق صن داونز من افضل الفرق اللي موجوده في القاره، دي اول خسارته في هذه المباراه، كانت اول خساره له في البطوله. صح،
تاني حاجه دي في الاربع سنين الاخرانيين دولت ما خسرش فرق هدفين في بطوله افريقيا خالص خالص يعني كان الفرق الخساره حتى لو خساره بهدف بالكتير ودي ده بيدلك ان انت بتلاقي فريق قوي وشرس فبالتالي انت محتاج مجموعه من افضل اللعيبه اللي تقدر تتعامل مع هذه المباراه اولا جيرالدو كمان مريح الماتش اللي فات فما عندوش مشكله فنيه ولا بدنيه فاعتقد ان هو ممكن يدفع بيه باجي يمكن قدم افضل قدم نص ساعه اللي شارك فيها كان مقدم بصوره كويسه جدا ورغم ذلك يمكن مروان محسن ناس كتير انتقدته مروان محسن عامل كورتين بهدر مش اي فعلا راس حربه مهم لو ولكن هو مفيش علاقه وبيستحوذ على الكوره كويس وكلام هو بس ما فيش علاقه حب ما بينه وما بين بعض الجماهير لا عدد من الجماهير ودي حقيقه يمكن هو بص يا استاذ امير هو دايما راس الحربه مطالب ان هو يجيب اهداف تفرق كتير جدا مع اللاعب ممكن تعمل كل حاجه في المباراه ما تجيبش اهداف فالجمهور يبقى زعلان منك عشان انت وظيفتك الاساسيه بالنسبه للجمهور والنادي اللي انت بتلعب فيه او مركزك اللي انت بتحرز اهداف بالتالي بس مروان محسن انا شايف ان هو كان مقدم مستوى اضطراع كان عمل هيدر عدد 2 هيدر في وكان يعني ما يجيبهمش الا فعلا راس حربه فاهم فبالتالي برضو احنا يعني الناس كتير يعني محمله مروان محسن اعتقد مروان محسن محتاج بس عوده الثقه له لو عاد الثقه له بكم مباراه يحس في اهدافها الشكل هيختلف اعتقد برضو راس الحربه برضو هيختلف بقى ده هيرجع برضو لرؤيه الجهاز الفني هل يبدا ببادجي اللي هو تالق في المباراه الماضيه وكان عامل اساسي في فوز النادي الاهلي ولا يبدا بمروان محسن ويديه ويدي بادجي الشوط الثاني دي هترجع لرؤيه الجهاز الفني وايان يعني سواء مروان سواء بادجي سواء جيرالدو سواء حسين الشحات سواء معلول سواء ايمن اشرف اعتقد النادي الاهلي كل لعيبه النادي الاهلي الرجاله عارفين قيمه القميص اللي هم بيلعبوا بيه عارفين اهميه هذه المباراه عارفين ان هم كل الجماهير النادي الاهلي منتظره يمكن تعويض الخساره السنه اللي فاتت منتظرين باي شكل ان هم يصعدوا واعتقد النادي الاهلي بشكل كبير جدا لو عدى المرحله صن داونز دي هتبقى سهله جدا جدا ان هو ممكن يوصل للمباراه النهائيه يعني اعتقد صن داونز من اصعب الفرق اللي موجوده في دور الثمان هو يعتبر اصعبه من اصعب فرقه موجوده من وجهه نظري انا في الثمان الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه مع النادي الاهلي هو صن داونز اعتقد النادي الاهلي لو قدر يعدي المرحله دي ويعدي المباراه ديت هيبقى الامور سهله بالنسبه له يوصل للمباراه النهائيه والنادي الاهلي يعني عنده خبره كبيره ان هو ممكن يقدر يخلص المباراه النهائيه خلي بالك المواجهه في قبل النهائي باذن الله لما نتاهل باذن الله تعالى هتكون مع الوداد صحيح فمواجهه طبعا صعبه جدا انا من وجهه نظري انا الضغوط اللي عليك مع صن داونز واللي تتعرضت لها الفتره اللي فاتت دي والخساره بتاعه السنه اللي فاتت مأثره نفسيا اعتقد النادي الاهلي لو فاز وعدى ده دافع معنوي جدا كويس. اعتقد النادي الاهلي لو حد المرحله دي مش هيهمه مين اللي هيقابله بعد كده طيب انا عايز اسالك سؤال الفتره اللي فاتت مع مستر فايلر يعني ناس كتير جدا كانت بتشيد مستر فايلر مدير فني كويس مدير فني على قد طموحات النادي الاهلي وكل الكلام الحلو ده لكن كانوا بيضيفوا كلمه في الاخر يقول لك ايه اصل هو ما لعبش مباريات كبيره اصل هو ما فيش اختبارات صعبه خدها هنحكم عليه في الادوار الاقصائيه في طول دوري ابطال افريقيا هل فريق صن داونز فريق كبير ولا لا؟ ده فريق من اكبر الفرق اللي موجوده في افريقيا ما فيش حد يختلف على ذلك بالتالي هي مباراه صعبه ولا لا صعبه جدا 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 بالتالي مستر فايلر تفوق وفاز ولا لا ما هو ده اللي انا لسه كنت بقوله يا استاذ امير دايما الناس بيقولوا بس احنا لعبنا فرق كبيره برضو مع بدايه الموسم قال لك اصل احنا كنا لسه بدايه الموسم الاهلي كسب الزمالك مثلا في بدايه الموسم في السوبر قال لك لا اصل ده لسه مش اختبار حقيقي الفايلر يعني نادي الزمالك نادي كبير وانت قدرت تتفوق عليه انا قلت لك الاهلي خلينا نرجع لمباراه الهلال السوداني المباراه الاياب اللي كانت في السودان تمام النادي الاهلي كان فايز 1-0 في هذه المباراه صحيح تمام وتعرض وحصل ازمه وحصلت مشكله واللعيبه يمكن تعرضت لضغوط نفسيه كبيره جدا لما الجمهور نزل النادي الاهلي تعادل في هذه المباراه النادي الاهلي لو فاز في هذه المباراه يا استاذ امير كان صعد اول مجموعته فما فيش اختلاف ربما يكون الاداء متراجع شويه عشان انت بتقابل فرق اقوى من الدوري المحلي وده طبيعي انا مش هقدر العب 20 مباراه يعني مثلا 16 مباراه في الدوري او 15 مباراه في الدوري النادي الاهلي لعبهم ونعتبر 7-8 مباريات مثلا في دوري ابطال افريقيا استحاله مستوايا في كل المباريات ده هيبقى ثابت طبعا في اكيد في تراجع يعني اكيد في ماتشات في الدوري الاهلي ما كانش يطب فيها قدر يفوز وقدر يستحوذ ويكون ويحصل على العلامه الكامله ولكن ده مش معناه ان الاهلي وحش في افريقيا وحلو محليا لا كل مباراه ولها تشكيلها كل مباراه ولها ظروفها النادي الاهلي من افضل الفرق اللي موجوده لا بيقدم كره بيقدم مستويات رائعه سواء على المستوى المحلي وافريقيا زي ما قلت لك يا استاذ امير لو فاز النادي الاهلي في مباراه الهلال وكان اعتقد الضغوط اللي تعرضها للنادي الاهلي وما كانش حصل الازمه والجمهور نزل في جماهير الهلال السنه نزلت الملعب وحصل ازمه كان الاهلي وارد جدا ان هو يفوز هذه المباراه وكان هيصعد اول فما فيش فرق
الفرق ممكن يكون في فرق بس مش فرق كبير. الناس بتقول لا فايلر موجود من افضل المدربين موجودين في الساحه الرياضيه المصريه، مفيش حد يختلف على هذا. ولو اي مدرب موجود سواء في النادي الاهلي، مش انا بتكلم كده عشان انا في قناه النادي الاهلي، لا فايلر مع النادي الاهلي مختلف، ارقامه بتتكلم عنه مش محتاج. صحيح صحيح يعني. فلا فايلر مدرب عالي جدا، عارف امكانيات كل اللعيبه اللي موجوده فيه، عنده ميزه كمان يا استاذ امير ان هو قادر يحوط الفرقه، رغم ان في ناس كتير بتبعد عن التشكيل وبعد كده ما فيش غضب بقى، ما فيش مشكله حصلت، ما فيش حاجه دي. فقدر يسع. تاني حاجه نقطه مهمه يا استاذ امير، هدوءه اللي خارج الملعب ده بيمثل اهميه كبيره جدا جدا للعيبه. راجل هادي جدا يعني، من انا 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 فعلا كل المدربين اللي هتلاقيها موجوده ممكن ينفعل في كوره، ينفعل في في في, في هجمه، ينفعل في كوره ضيع، ينفعل في ضياع ضربه جزاء، ولكن فايلر بيقدر يتعامل مع كل الكور حتى اللي بتيجي النادي الاهلي او فرص بتضيع بهدوء بشكل كبير بالزبط. جدا حتى في المؤتمرات الصحفيه هادي وهو بيتكلم هادي، فده بيرجع لشخصيه مدرب بالزبط. ده بياكد لك ان ده مدرب عالي جدا جدا. وخلي بالك يا استاذ امير، طول ما انت تبقى هادي بره ده بياثر على اللعيبه اللي موجوده عندك. لو انت مدرب متوتر والتوتر ده ظهر عليك بشكل كبير جدا في الماتشات، هتأثر على اللعيبه، حتى لو اللعيب هيقدر يقدم مستواه 80% مش هيقدمه، مش هيقدم 50%. فدي مميزات لابد ان احنا نشير ليها طبعا من افضل المدربين. المباراه اللي جايه دي يعني مباراه مهمه جدا 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 له، مهمه جدا جدا للعيبه، مهمه جدا لجماهير الاهلي، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يرجع من هناك وهو فايز او متعادل ان شاء الله، وهو متاهل باذن الله. متاهل باذن الله. طيب بالتالي الثمان فرق شايف فرصهم ازاي في التاهل؟ يعني عندك الزمالك فاز على الترجي 3-1، الاهلي على صن داونز 2-0، الوداد فاز على النجم 2-0، والرجاء فاز على المذيبي 2-0. شايف الفرص ايه؟ الفرص اعتقد ان يمكن نادي الزمالك فرصه وحظوظه كويسه جدا، ثلاث اهداف بالنسبه له احرزها هنا برضه هتبقى فرصه كويسه. اتمنى له طبعا التوفيق، فريق مصر طبعا اتمنى له التوفيق. اعتقد برضه الرجاء فرصه كويسه، كل الوداد طبعا فرصه كويسه بالفوز. الفرص كويسه لكن هي قائمه للفرق متساويه. انت عندك لسه في مباراه الاياب دي هتأثر معاك بشكل كبير جدا. كل اللي خسر في مباراه الذهاب خارج ارضه وارد جدا ان هو يعوض على ارضه وسط جمهوره. يمكن لما بتلعب مع جمهورك بيديك 50% دافع معنوي كبير جدا. يعني الجماهير مع النادي الاهلي في الماتش اللي فات اثر، يعني كانت دافع معنوي كبير جدا. اتمنى طبعا ان الجمهور يزيد الفتره اللي جايه ديت في البطولات الافريقيه. طبعا بطوله الدوري اعتقد الامور صعبه جدا جدا ان الجمهور يرجع فيها، ولكن اتمنى طبعا من الامن ان هو دايما يبقى في تدعيم قوي جدا منه لمباراه النادي الاهلي نادي الزمالك وكل الفرق اللي بتشارك سواء في الكونفدراليه او بطوله الدوري. طيب ابطال، قبل ما اختم عايز اتكلم معاك في بعض الملفات سريعا، بخلاف طبعا استعدادات النادي الاهلي لمباراه صن داونز وهذه المباراه المرتقبه، لكن عايز اتكلم في ملفات اخرى بتخص الكره المصريه بشكل عام. العقوبات بتاعه مباراه السوبر ايه اللي هيحصل فيها خلال الفتره الجايه؟ بص يا سمير، منذ اعلان القرارات يمكن كان في نيه كمان ان هم العقوبات دي تبقى اكتر من كده، اكتر يعني العقوبات اللي تم الاعلان عنها سواء في الاهلي او في الزمالك، يعني كان ان هم يعلنوا يعني اشد العقوبات سواء عن النادي الاهلي او على الزمالك. وكانت النيه اللي موجوده لن يتم تخفيف اي عقوبات اصدرتها لجنه الانضباط. بس اشد من كده يا استاذ رامي ايه؟ يعني اشد من كده على كهربا مثلا ايه؟ ايه اللي اشد من كده؟ رغم ان حجم الخطا مثلا ما يساويش حجم الخطا اللي عمله لاعب الزمالك شيكابالا. هو كهربا عقوبته دي يعني اعتبر دي اشد عقوبه اتعملت في. انا كان نفسي بس يا استاذ امير لجنه الانضباط يعني القرار اللي عاوز تشوف ما فيش مشكله بالنسبه لها، بس ولكن كان يبقى في حكمه شويه في بعض القرارات. يعني كان خلى النادي الاهلي ضده ومنطقيه خلى نادي الزمالك ضده بسبب العقوبات. يمكن النادي الاهلي وكهربا الواقع اللي حصل ايه اللي اتشاف في فيديو او اللي ممكن تقدر من خلاله تقول ان كهربا عمل مشكله جامده قوي 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 عشان تعاقب نهايه الموسم. لا العقوبه كانت شديده جدا على كهربا. خلينا في المقابل كان لازم شيكابالا تبقى عقوبته على اقل تقدير زي عقوبه مثلا امام عاشور. يعني هي كانت انا من لجنه الانضباط لو انت هتدي شيكابالا 8 مباريات كانت ضد كهربا 8 مباريات وكانت ما كانش هيبقى فيه مشكله. لا كانت هتبقى فيه مشكله برضه، واعتقد ان لان فعل شيكابالا ده ما ينفعش 8 ماتشات بس المشكله ما كانتش هتبقى مشكله كبيره زي ما توقفوا نهايه الموسم. يعني انت حتى لو 8 مباريات وقدمت تظلم وتخففت الاربع مرات كانت الامور تبقى قريبه، ولكن انت ما تديله لنهايه الموسم اعتقد ان ما فيش قدام لجنه التظلمات دلوقتي اللي ممكن تخفف العقوبه ل 8 مباريات او 10 مباريات، فالنتيجه برده هتبقى كبيره. وخلي بالك اللي هيحصل ايه بقى؟ القرار يمكن من بعد الازمه اللي حصلت في مباراه السوبر واللي حصل في مباراه السوبر كان في غضب كبير جدا 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 داخل اتحاد الكره مما حدث.
المنظر اللي اتشاف ده كان منظر فعلا يعني الـ 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 الناس زعلوا منهم، كلنا وكلنا زعلنا على اللي حصل، خاصه ان انت بتلعب في دوله شقيقه دوله الامارات، يعني قدمت كل اللي هيحصل. استاذ رامي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تخفيف في العقوبه بتاعت كهربا، ووارد جدا وارد جدا عقوبه امام عاشور يتم تخفيفها، ان هو لعيب صغير وممكن تبقى دي اول غلطه بالنسبه له، فممكن تخفيفها. شيكابالا الامور اعتقد انها تبقى الامور صعبه، ما تقوليش هتتخفف كمان بتاع شيكابالا. لا لا لا، اعتقد الامور هتبقى صعبه. بس خلي بالك يا زميلي، يعني منذ اعلان القرارات من بدايه القرارات كان في نيه مبيته ان هم لا يتم تخفيف اي عقوبه موجوده، سواء لشيكابالا سواء لامام عاشور سواء لاداري نادي الزمالك سواء لمحمود كهربا. ولكن الضغوط اللي تعرض لها اتحاد الكره الفتره اللي فاتت ومطالبه النادي الاهلي بحقه في هذه الازمه وتهديده بالتصعيد ضد اتحاد الكره، وفي بعض المسؤولين دخلوا عن الرياضه المصريه في الازمه دي، فاعتقد ان في وعد كبير جدا ان هم ربما يتم تخفيف العقوبات خلال الفتره الجايه، وتخفيف العقوبات من خلال لجنه التظلمات وليس من خلال لجنه الانضباط. طيب بس عشان الناس ممكن تكون بتفسر كلامنا ان احنا بنتحيز زياده عن اللزوم، او عشان شيكابالا بنقول لازم يتعاقب بعقوبه اكبر من كده، يبقى احنا كده يعني ضد نادي الزمالك، او بنتكلم بصوره سيئه عن نادي الزمالك. احنا بنتكلم على تصرف فردي لفرد في نادي باسم نادي الزمالك مثلا، لكن كل الاحترام والتقدير لكيان نادي الزمالك، ده امر مؤكد يعني في كل الاحوال. يا استاذ رامي نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا. شكرا استاذ استاذ رامي رجب الناقد الرياضي بجريده الدستور، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره استمرار لمتابعه استعدادات النادي الاهلي لمباراه الصن داونز، مباراه الاياب باذن الله، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. هنستمر مع حضراتكم على مدار الايام القليله المقبله حتى موعد اللقاء باذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، بكره حلقه جديده، استنونا، الى اللقاء. ان شاء الله نعيش.